صراحة ما توقعت تعرض علي هيك شيء، وما كنت بعرف أصلاً إنك بتقدم برامج. أنا بعيد كتير عن المجال، بس رفيقي معي بالجمعية مخرج وقال لي بده محامي يدير هذا الشو، فعملت كاستنج ومش الحال، صار لي شهر بتمرن. والبرنامج لايف؟ ايه لايف، كل مرة مستضيف شخص صار معه حالة معينة ومحامي بفسر عنها لهالحالة وكيف لازم المواطن يتصرف تجاهها، وبنتلقى اتصالات والمحطة بدها تلتزم مع محامين. فقلت لي ما بتكوني انت، هيك بتعطي صورة حلوة على المرأة المحامية، وقلت لي كلهم 6 حلقات يعني ما بياخدوا كتير من وقتك. بصراحة ماتر أنا هلأ يعني بوضع ماني مرتاحة أبدا نفسيا لآخذ هيك قرار. ما بدي أوعدك بشي وأرجع غير رأيي، وضعي مكركب بصراحة، ولا مرة طالع على التلفزيون. أول 5 دقايق صعبة، بعدين بتنسي الكاميرا، بعدين البروجرام مش قبل جمعتين تيبلش، يعني بتكوني فكرتي فيها ودرستيها. قلت لك اكسبوجر حلو كتير، وصراحة مردود مادي حرزان. هي الفكرة حلوة، بس أنا عندي يعني هلأ مشاكل وظروف صعبة عم يعني بمرق فيها، ماني مرتاحة نفسيا لأطلع على التلفزيون. بعرف، بس الحياة بدها تكمل، ما فيكي تستسلمي للحزن، بدك تقاوميه وتجربي تطلعي منه. إن شاء الله. طب أنا لازم أمشي، بعدني بلا أكل من الصبح، إذا بتحبي نتعشى سوا. مرسي، جوزي ناطرني على العشاء بالبيت. باي. بفكر بالموضوع، رد عليك خبر. الله يرحمه.